احنا الان في المسجد الاقصى وامامنا مسجد البراق. ننزل عليه. المسجد يقع بمحاذاة حائط البراق في الرواق الغربي لسور المسجد الاقصى المبارك الى شمال باب المغاربه. طبعا مثل ما شايفين ننزل ونزول احنا. هذا الباب اللي نزلنا منه هو مش الباب الرئيسي. الباب الرئيسي موجود على حائط البراق ومغلق حاليا. نسأل الله انه يجي الوقت اللي يفتح ان شاء الله. طبعا اطلق على المسجد هذا جامع البراق او مسجد البراق بناء على الاحاديث التي تروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربط دابة البراق ليلة الاسراء والمعراج. والمبنى يعني اول ما بني على الاغلب يرجح انه بني في العهد الاموي، لكن المبنى الحالي كما هو عليه اليوم اعيد بناؤه في العصر المملوكي، وبالتحديد بين الفترة بين 707 هجري أي 1307 ميلادي حتى 737 هجري أي 1336 ميلادي. من حيث البناء احنا نزلنا للنزول، حيث البناء موجود على نفس المستوى لبناء باب الرحمة وجامع الأقصى القديم والمسجد المرواني، وحتى الآن الجامع مفتوح. نسأل الله أن يظل مفتوح إلى نهاية الأيام.